بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. انا معاكم محمد لبيب المحامي، وهنتكلم النهارده على موضوع مهم جدا، وهو الوسائل البديله لفض المنازعات ولتسويه المنازعات. بيشغل بال الزملاء المحامين المنازعة بتاعتي هتخلص امتى، هل لو دخلت القضاء هقدر احصل على حكم سريع ولا لا، هل المنازعة بتاعتي انا يعني في الاخر هصل الى حل او تسوية مع الطرف الاخر ام لا. الامور دي كلها بتشغل السادة المحامين، فحبينا ان احنا نعمل النهاردة نوع من انواع التوعية القانونية لاسراء الثقافة القانونية فيما يخص الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. الحقيقة من أهمية الموضوع ده أنا حبيت أن يبقى مجال دراستي الفترة القادمة للحصول على درجة الماجستير، وبعد ذلك إن شاء الله بإذن الله أقدر أسجل دكتوراه في هذا الموضوع. هناخد عن طريق الفيديو ده بعض الخطوط العريضة الخاصة بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بالطريق الودي، وهناخد بعض الصور لهذه الطرق البديلة الجديدة التي تشغل الرأي العام وتشغل المجتمع الدولي لما لها من أهمية في التسوية البديلة بديلا عن الأصل العام وهو القضاء. الحقيقة لو جينا نتكلم الأول ليه أهمية الطرق البديلة لتسوية المنازعات، هنلاقي إن هي ليها أهمية خاصة في إن احنا بنحاول بقدر الإمكان نقلل من عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، وبالطبع بنساعد منظومة العدالة إن هي تقوم بدورها عن طريق تقليل أعداد القضايا المنظورة، وبالتالي يستطيع القاضي أن يحكم في العدد القليل الذي يمكن أن ينظر أمامه. لو جينا بصينا بعد كده على أهم صور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، هنلاقي إن هي على سبيل المثال وليس الحصر، ممكن نتكلم عن الوساطة، ممكن نتكلم عن التوفيق، ممكن نتكلم عن الصلح، ممكن نتكلم عن المفاوضات، ممكن نتكلم عن المساعي الحميدة، ممكن نتكلم عن المحاكم المصغرة. هناك العديد والعديد من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات بالطريق الودي، ولكن أهمها ويمكن أكثرها شيوعا في المجتمع الدولي وفي الداخل والخارج هي الأربع صور التي سيتم ذكرها على انفراد في المرحلة القادمة، ألا وهي الوساطة والتوفيق والصلح والمفاوضات. الحقيقة بيشغل بالي أنا شخصيا موضوع المفاوضات، لأنه من أهم الموضوعات أو الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، واللي أنا شايف أنه بيبقى ليه دور إيجابي جدا 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 في إظهار دور المحامي عن طريق تسوية النزاع أو محاولة فض النزاع بطريقة من طرق المفاوضات باستخدام بعض الأساليب التي يمكن أن تكون لديه من عن طريق خبرته طبعا في مجاله، ويقدر يصل إلى تسوية ودية أو يقدر يصل إلى نوع من أنواع التعاقد ما بين طرفين أو أكثر. لو جينا بصينا كده لتعريف المفاوضات، هنتكلم يعني بشكل مبسط كده هنقول إن هي نوع من أنواع التحاور أو التشاور أو تبادل وجهات النظر وصولا إلى أمر ما أو نوع من أنواع الاتفاق يصل إليه الطرفين. والحقيقة التفاوض يعتبر نوع من أنواع الوسائل البديلة لفض المنازعات المباشرة التي يمكن أن تكون ما بين الطرفين ذاتهم، يعني الشخصين أو الطرفين المتنازعين يمكن أن يكون الاتفاق مباشرة فيما بينهم للوصول إلى حل لنزاعهم أو الوصول إلى اتفاق. دي أول صورة من صور المفاوضات. تاني صورة من صور المفاوضات ألا وهي الصلح. الصلح طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو نوع من أنواع العقود الملزمة للجانبين التي يكون فيها الطرفين كل منهم يتنازل عن جزء من ادعائه أو جزء من حقوقه مقابل تنازل الطرف الآخر عن أيضا جزء من ادعائه وصولا إلى تعاقد يمكن أن يكون له قوة الإلزام. من الصور الشائعة التي توجد في المجتمع القانوني هو عقد الصلح أو الصلح القضائي أو ما شابه، وهو من الأمور الخاصة بالصور التي يمكن أن تستخدم ومن الوسائل البديلة التي يمكن أن تستخدم لفض النزاعات أو تسوية. الحقيقة أيضا من الصور الهامة جدا لتسوية المنازعات بالطرق البديلة وهي الوساطة. الوساطة ليست بالمعنى التقليدي اللي يمكن كلنا عارفينه الخاصة بالسمسرة وما شابه، ولكن الوساطة المقصود بها
وجود طرف أجنبي، هذا الطرف غير المدعي والمدعي عليه يحاول تقريب أو محاولة عرض وجهات نظر لدى الطرفين حتى الوصول إلى اتفاق لتسوية النزاع. يعني هو شخص أجنبي من الغير يحاول تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين. أيضا من الصور الهامة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات التوفيق. الحقيقة التوفيق هو قريبا إلى حد ما من الوساطة، يعتبر يعني في تشابه كبير بينهم، ولكن محاولة الموفق في مسألة التوفيق هو وجود أرضية مشتركة ما بين الطرفين يبدأ منها وصولا إلى تسوية النزاع أو وصولا إلى حل الخلاف ما بين الطرفين. المعترك القضائي في الحقيقة بنلمس كتير جدا واحنا في بعض المحاكم وجود نوع من انواع المشاحنة والضغائن ما بين الخصوم يمكن ان تصل الى الايذاء، ودي يمكن صورة غالبة بشوفها انا شخصيا وانا بمارس عملي في مهنة المحاماة في محكمة الاحوال الشخصية وفي بعض الامور الخاصة بقضايا التجارية الخاصة بقضايا الاستثمار وما شابه. ودي حاجة من الحاجات اللي بتشغلنا جدا ان احنا دايما بندور على بدائل، خاصة زي ما قلت لحضراتكم في محاكم الاسرة وما شابه بيبقى الطرفين دايما كل طرف شايف ان هو على حق وشايف ان حقي انا هاخده بهذا الطريق الذي تم سلوكه، وما بيحطش في اعتباره الطرف الاخر ده ممكن يكون ليه حق ولا لا. الموضوع بيبقى مختلف شوية حينما نبحث في الأمور البديلة أو الصور الخاصة بتسوية المنازعات عن طريق الوسائل الحديثة الودية، وده اللي بيشغل دايما الرأي العام وبيشغل المجتمع الدولي خاصة في قضايا الاستثمار وما شابه، ويمكن ده اللي جعل المشرع شوية مهتم بحتة ان هو يحط البدائل دي ويقننها في بعض القوانين المنظمة. هنلاقي مثلا قانون زي قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية اللي صدر سنة 96، هذا القانون مستوحى أو تم استقاء الكثير من البنود الخاصة به وكثير من المواد الخاصة به من القانون النموذجي لليونسترول أو لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. أيضا أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي قانون خاص بالتوفيق، هذا القانون ينظم عملية التوفيق ويحدده في بعض المواد التي يمكن أن تكون مصدر لتشريعات عربية وأجنبية. وبالفعل هناك العديد من الدول تم استقاء الكثير من مواد وبنود هذا القانون في إصدار تشريعاته. هناك بعض الجمل التي تستوقفنا ونحن نتكلم عن التسوية الودية أو البدائل الخاصة بالقضاء، وهو يعني يمكن على سبيل المثال استرجاع الحق رضاء خير من اقتناصه قضاء. تلك المقولة التي وضعها بعض رجال القانون بيروا أن حينما يتم الرضاء ما بين الطرفين عن طريق إحدى وسائل التسوية يمكن أن يكون ذلك أفضل للأطراف من اقتناصه قضاء. الحقيقة لما نيجي نتكلم عن الوسائل البديلة لفض المنازعات هي ما تعتبرش حديثة زي ما كل الناس متخيلة، هي تعتبر من أقدم الوسائل ظهورا. يمكن للسادة المحامين إعطاء الطابع الإلزامي لتلك الوسائل بوجودها بشكل محدد ومفصل في العقود الصادرة من مكاتبهم حتى يمكن أن يتم إطفاء عليها صفة الإلزام أو الطابع الإلزامي. في الحقيقة لو جينا بصينا لعوامل نجاح عمليات التسوية الودية للنزاعات هنلاقي إن هي ليها بعض العوامل الشخصية وبعض العوامل الفنية وبعض العوامل الموضوعية التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار ونحن بصدد تسوية المنازعات بإحدى الطرق البديلة التي تمت الإشارة إليها. الحقيقة من العوامل الشخصية التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار ونحن بصدد اتخاذ إحدى الطرق البديلة لتسوية المنازعات هي المهارات الخاصة بالتفاوض. لابد أن يكون هناك مهارات خاصة بالمفاوض أو الوسيط أو الموافق حتى يستطيع الوصول إلى النتيجة المرجوة من عملية التسوية. يجب أن يكون لديه خبرة تفاوضية ويجب أن يكون ملم
جميع الجوانب الخاصة بالإقناع والتأثير حتى يكون له فاعلية حينما يتخذ تلك الطرق لتسوية نزاعه. يجب أن يكون لديه خطة وتكتيك، والخطة والتكتيك دي أيضا من العوامل الفنية الهامة جدا لدى المفاوض أو الموفق أو الوسيط حينما يقدم على عملية التسوية الودية بديلا عن المعترك القضائي أو بديلا عن الأصل العام وهو اللجوء إلى القضاء. أيضا من العوامل الفنية التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار الإحاطة بشخصية الطرف الآخر حتى يستطيع أن يعطي لنفسه فرصة إلى الإلمام بجميع الجوانب الشخصية الخاصة بالطرف الآخر، ويستطيع من خلالها البدء ببعض الخطوات التنفيذية للتعامل مع الطرف الآخر. أيضا من الأمور الهامة التي ننصح بها السادة المحامين هي إجادة الاستماع. حينما يستمع المحامي جيدا لكل الأطراف يستطيع من خلال ذلك أن يحدد الأرضية المشتركة أو الموقف الذي يمكن أن يبدأ من خلاله عملية التفاوض أو عملية الوساطة أو عملية التوفيق. من العوامل الموضوعية الهامة جدا التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار ونحن بصدد اتخاذ إحدى صور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، إعداد جدول جيد. هذا الجدول يجب أن يكون منسق ومحدد بدقة حتى لا نخرج عنه، وتتم الأمور الخاصة بعمليات التفاوض في حدود هذا الجدول. يجب أن يكون هناك خطة زمنية. العامل أو العنصر الزمني مهم جدا ونحن بصدد اتخاذ إحدى صور التسوية الودية للمنازعات حتى لا يطول أمد التقاضي. جميع المتنازعين وجميع الأطراف يبحثون عن العدالة الناجزة. يجب أن تكون هناك إرادة ما بين الطرفين للوصول إلى تسوية حتى يكون هناك نية للصياغة النهائية لهذا العقد. في النهاية بحب أشكر حضراتكم على حسن الاستماع. أنا كنت معاكم محمد لبيب المحامي، ماجستير في التحكيم والطرق البديلة لتسوية المنازعات. سعيد جدا أن أنا موجود في هذا الصرح الموقع الخاص بنقابة محامين مصر. سعيد جدا أن أنا كنت مع حضراتكم في موضوع من أهم المواضيع الذي يشغل الرأي العام وهو الطرق البديلة لتسوية المنازعات. وإن شاء الله بإذن الله لو حابين بعد كده نفرد حلقات منفصلة لكل طريقة على حدة، يشرفنا أن أنا أكون مع حضراتكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.